انت حضرتك طلبت مني قبل ما نسجل ان احنا نتكلم في مساندة المجتمع ومساندة الأسرة دي اللي عندها هذا الطفل. ايه المتاح وايه المأمول؟ طيب، المتاح حضرتك دلوقتي ان انا عندي الطفل ده اول ما يتشخص المفروض ابتدي تدخل مبكر. عندي اماكن للتدخل المبكر كتيره جدا جدا. انا يعني عندنا الاول هو مركز سيتي اللي هو كاريتاس مصر، ده موجود في كولاج دو لاسال اللي هي مدرسه الفرير اللي في الضمر. ده قديم ده والناس كلها عارفاه، كل الناس عارفاه، بيعمل اعمال وبيعمل اعمال جميله وبيدي كورسات للاب وللام ولاي حد عايز يشتغل مع الاطفال دول باسعار رمزيه. عندنا في المركز ليهم جلسات تدخل مبكر وعياده موجوده كل ايام الاسبوع، ويوم الاربع مخصوصه للتقييم بتاعهم ولمقابله الدكتور. تمام. طيب، في اماكن كتيره جدا خاصه، في اماكن كتيره جدا خاصه، والولاد دول ابتدوا يدخلوا المدارس. في كان فصل في كل مدرسه، يعني مصر للغات فيها فصل، كولاج دو لاسال كان فيها فصل، يعني مدارس كتيره جدا فيها فصل، مدارس الحكومه كان فيها فصول. طيب، ده اللي موجود. المأمول بقى ايه حضرتك؟ المأمول ان انا يبقى في مراكز الصحيه مثلا البورتج دي موجوده، او التدخل المبكر موجود في كل القرى والنجوع. احنا كنا بنلف القرى بنروح نشوف الولاد دول ونشوف محتاجين ايه يعني. فلو حضرتك موجوده في المراكز الصحيه والمستشفيات الحكوميه في كل جمهوريه مصر، طبعا هتبقى ده طيب مباشرة كده. ووزيرة الصحة من الناس الحريصة انها تشوف هذا البرنامج، وانا سجلت معها شخصيا، وبنتبنى كل قضايا الصحة والمشاريع اللي بتعملها الوزارة. حضرتك عايزة تطلبي ايه من وزارة الصحة او قدامك؟ طيب، عايزة اطلب حضرتك ان التحاليل مبدئيا ما ندفعش عليها عشان يعني اشخص طفل اعمل له تحليل كروموزومات اللي احنا شفناه ده حضرتك. تحليل الكروموزومات ده بمبلغ طبعا، في ناس كتير ما بيقدروش يدفعوا. طيب، هي الوزاره الحمد لله تفضلت مشكوره، والتامين الصحي بيكفر حاجات كتيره جدا. كويس جدا. كويس. مساله وقت يعني، ممكن تعمل الكروموزومات. تمام. بس مش عندنا في المركز. طيب تمام، فيا ريت لو تبقى عندنا في المركز تتحمل هذه يعني يبقى تبع التامين وانتوا اللي هتعملوه. بالظبط كده، مدفوع يعني من التامين. بالظبط. طيب، لان احنا الاول كان في معانا كونكشن مع التامين، بس مش عارفه الحقيقه الاداريات. طيب، انا ماليش بس في الاداريات. النقطه ان انا قصدت اخليك توجهي كلام الوزاره انك طالبه الرعايه دي والتشخيص ده يبقى على مستوى القرى والنجوع. طبعا وده طلب مش بسيط. ده بص حضرتك، انا حاولت اجيب احصائيه للاطفال متلازمه داون في مصر، ما لقيتش احصائيه. ما فيش احصائيه غير الشغل بتاعنا احنا في المركز اللي هو على سكيل. بنحاول طبعا رسالات الماجستير والدكتوراه، وبنحاول يعني. طب الوزاره ولو في المراكز، بلاش القرى، يعني في المراكز النهاردة كل محافظة فيها عشرات المراكز، يبقى عندي عيادة متخصصة في المركز. يا ريت يعني مش لازم عاصمة المحافظة، لا، أنزل لمستوى المراكز، مستشفيات المركزية ومستشفيات العامة. وأي نايب حضرتك هيعرف يشخص متلازمة داون. انت عارف حضرتك احنا عندنا دلوقتي بنحاول نعمل مشاريع دايما لمتلازمة داون والتوحد. التوحد احنا بننزل القرى دلوقتي، بنحاول في كل جمهوريه مصر نجيب عدد. الوزاره لو عملت كده الوزاره بتساند، تقدروا تستقبلوا اطباء يتمرنوا عندكم؟ طبعا. مستعدين. مور ذان ويلكم. مور ذان ويلكم حضرتك. خلاص يعني نتكلم في الموضوع ده مع الوزاره. احنا كنا قبل كده كتير قوي كان بينا كونكشن مع الوزاره، وكانوا بيجوا لنا الدكاتره ونديهم وزاره الصحه بنديهم كورس كامل، واحنا قريب عندنا كورس كامل عن الوراثه برقم زهيد جدا. كل اللي عايز يحضر يجي الكورس، اهلا وسهلا. الوزاره ستتحمله يا فندم. الوزاره دلوقتي كما وعدت الوزيره وكما اعلنت هتدفع مصاريف الدبلومات والماجستير والدكتوراه. ده جميل. للاطباء الشبان جلنا والدفع مباشره من الوزاره للجامعه. بالظبط، جالنا على الجروب بتاعة الشغل انه يا جماعه ابعتوا المصاريف بتاعتكم كام، لان الوزاره هتدفعها. ان شاء الله باذن الله. عموما دي استعداد طيب منكم، بشره طيبه، لان كل ما دربنا اكتر وكل ما علمنا الناس اكتر، كل ما التشخيص كان مبكر، كل ما ساعدنا الاولاد وساعدنا الاسر دي طبعًا بدري، عشان يبقوا زي ما حضرتك قلتي يبقوا هتوصل بيهم لبر الامان، يبقى خريج يعني عادي ويشتغل ويتجوز ويخلف وكله. يعني حضرتك يعني بياخد عنايه بيديك كل اللي انت عايزه. تمام. السنه دي كمان اليوم العالمي بتاع الداون سندروم، عن ان هم هيروحوا جنيفا يطلبوا
حقوقهم الرسمية. أيوة حقهم. يعني بالظبط من كام سنة كان يوم العالمي حقي في إني أشتغل، حقي في إني ألاقي عمل. أيوة. وهنا الحمد لله بيشتغلوا موجودين، والجامعات مخصص لكل والجامعات الحالة. الخاصة في جامعات خاصة عاملة لهم واخدة 5% بالظبط من الداون سيندروم.